هذه الأبيات في الأخ عبد الله بن حسين بن زايد القمي. ما تمشي الأيام دايم على الكيف، يوم انت زيني ويوم قدمي تشيني، يوم نشيل من الدراهم مظاريف، ويوم ندورها ولو كان ديني، ويبقى الجميل وطيبة المعاريف، والرجل طيبة في النشام ما يبيني، واليوم يا ابن حسين ريف الملاهيف، زبن الدري تلي يمد اليديني، ريف الخوي والجار وتكرم الضيف، ولي انا خاك اللي يبيله عويني، لك بلبب هو الطيب دايم واقيف، انت هو ربعك مطلقين سجيني، ظهور السواني يوم للفعل تشريف، تاخذ وتعطي بالوفا باليميني، تاخذ وتعطي بالوفا باليميني، للضد ضد وللخوي دايم الريف، ودن الخوي تاقف بوجه متيني، ولي انا خاهم واحد يونس الحيف، يشكي زمان بلقسى ما يليني، ميقافهم ما فيه ضحكة وتصريف، من دون وجهه يرخصون الثميني، تم تعد بروق مزن مقانيف، وعداد مرش الوطا من غشيني، صلوا على اللي خص الله بتكليف، وضح طريق الحق للمتقيني. حمود بن معدي العضياني العتيبي.